انا من الناس اللي متضررين في هذه القضيه ديال هاد الصور اللي داروا لينا هنا. عندي محل تجاري هنايا، اذا بيا كنتفاجئ بالصور طالعه قدامي. قداش ما قلت نسولوهم تيقول لك واش غيكونوا شي دروج هادي، كاين اللي قالوا لنا في الاول غيكونوا، دابا راه كيقول لك راه سدينا ما يمكنش. هادشي اللي قالوا لنا شي ناس، كاين وليدات هنا تيقراو في مدرسه، كلهم تيقراو في الجهه الاخرى، راه هي تتشوف وريهم المدرسه. كاين الدراري كاملين، هذا هو الباساج اللي عندهم، تيقراو في البلاصه المعاكسه اللي تيقطعوا الطريق. تيقراو هنايا ومحل السكنه هاهم في الجهه الاخرى. السكنه اللي هادو بقى. واخا سعيد، يعني بعد ما يعني تفاجئتوا، يعني كاين هاد الصور هذا وبقيتوا كتبحثوا، توصلتوا واحد البلان. عطونا واحد البلان، داكشي زوين تيفرح. مزيان. ولكن باش كنجيو نشوفوا كنلقاو صور قداش طالعه بحال هكا. البلان اللي شفتوه طالعتوا عليه، واش فيه يعني هذا الباساج؟ لا لا ماشي، لا ماشي، ما فيش. ما فيش. ما فيش. سولنا قالنا غيكونوا في الاول. يعني غادي يكونوا. احنا متبعين معاهم دابا الخدمه، غادا تبارك الله هادشي راه تيفرح. الطريق راه تنتسناه واحد المده وحنا تنتسناه بفارغ الصبر. اذا بينا تنتفاجئوا بصور بحال احنا عندنا محلات تجاريه بحال تعدمنا. ماشي غير المحلات التجاريه، حتى الساكنه دابا. الساكنه مدرسه اعداديه هنايا، كلشي تيقرا لهذا الشيء. حتى المارشي اللي يتقداو كيتقداو من الجهه. كلشي هاد البلاصه ما فيها والو، كاينه هذيك البلاصه هي كلشي بالنسبه لهنا. دابا هما بحال الجهه الاخرى هنايا ما كاينش. دابا بحال تقطع الضوء على هاد الناس هاد. شنو المطالب ديالكم؟ حنا كمطالب ديالنا كنتمناو من السيد الوالد يدخل في هذه القضيه هذه، لان عندنا ناس خدامين معانا، تنخلصوا ضرائب، بزاف د الحوايج هنايا، بزاف الناس اللي ضايعين، ماشي غير انا. هادشي كيفرح تبارك الله، الخدمه غاده مزيان، ولكن كنتمناو شي حل لينا حتى حنا. واخا نرجع معاك، يعني في الاول كان ثلاثة ديال الباساج، يعني كانوا أربعة. أربعة ديال الباساج كانوا الدروج. الباساج إلا حسبتيهم هما باقي الأثر ديالهم، كانوا أربعة ديال الدروج. دابا كتشوفوا يعني هادشي تغلق. صعيبة بزاف. يعني حتى الناس اللي كيزاولوا عندهم نشاط تجاري حتى هما يعني ولاو مضطرين بزاف. ما بالنسبه لينا حنا مضرورين. انا عندي الناس خدامين معايا، الناس عايشين معايا، راه الا سديت راه دوك الناس حتى هما غيضيعوا. خويا انا صاحب هذا المشروع، هذا قهوه ديال الايلام بالاس. عندي اخويا المشروع هذا القهوه، كنجيو كنتفاجئوا داروا لنا هذه الصوره هذا. هنا كان عندي باساج بياتون، راه هو فين هو؟ يعني هذاك الباساج هذا كان اون فاس القهوه، دابا سدوا داروا صور. والمشكله دابا بحال عزلوا هاد الحي هذا، الناس اللي كيسكنوا ليه ما بقاوش كيقدروا يهبطوا هنا، والناس اللي هنا كيخصهم يتقداو لي مارشي وكلشي كاين الفوق. دابا حنا ولينا معزولين هنا في دابا المشروع تقريبا غادي الخدمه غطيح 50% باش غطيح لنا. واخا بالنسبه للوليدات انتوما كتعيشوا معاهم يعني في نص الدراري كيقراو، راه ليكول فين هي مدرسه ليه، وهذه هي الطريق اللي كتهبطهم غير الباساج فين كان عندهم. دابا مابقى كيقدر يطلع حتى واحد من هنا، والاغلبيه الناس اللي كيقراو في هذه المدرسه هذه كيسكنوا في هذه الحي هذا اللي الفوق. واخا الرساله ديالكم وكان صراحه هو مشروع زوين، وداك الشيء تبارك الله ولا زويوان، الطريق كبرات، ولكن خصهم يديروا معنا شي حل، على الاقل من يدوزوا الوليدات الصغار ومن يبقاو يجوا حنا الكليان ديالنا. الكليان ديالنا يعني بخصوص الراجلين، كنهضروا غير على الراجلين. دابا الناس دابا هذه الحي هذا تعزل، من اللور كاين السكه ومن هنا كاين هذا الصور. دابا مراه الا بغات تخرج تتقدى في المارشي اللي كاين الفوق، خصها تمشي تال جيت الشوايه فين كاينه، ولا خصها تمشي تال الرون بوان اللي كاينه لها عاد تقدر تقطع. حنا الكليان ما نهضروش عليه، ما غيبقاش يهبط عندك الا غادي تخدم، ما تخدمي مع الناس اللي كاينين هنا. هذا هو المشكل دابا اللي واخا ملي كان تيتبنى هذا السور هذا، يعني وليتو كتبحثوا يعني كتشوفوا واش قالوا لنا. كاين اربعه ديال لي باساج بياتون دوك اللي كانوا كاملين، غير رجعوهم غادي يرجعوهم. انتوما المطالب ديالكم هما داك الباساج اللي كانوا يرجعوا باساج بياتون، رجعوا من يدوزوا الوليدات اللي كيقراو. وحنا الكليان ديالنا، حنا عندنا مشاريع هنا دايرينهم مستثمرين هنايا، انا مستثمر، عندنا الناس خدامين هنا، عندنا كنخلصوا ضرائب كنخلصوا هذا. والمشكل دابا راه القضيه غادي توقف هنا، ما غيبقاش داكشي اللي كان.
واخا تواصلتوا الحي كامل غيوقف. تواصلتوا مع بعض الناس يعني مسؤولين في الشركه شنو قالوا؟ سولنا قال لك راه كان عندك الطريق هنايا كان الباساج هنا ولكن راه ما بقاش دابا راه ما بقاش صدوا داروا حنا كنوجهوا للسيد الوالي ما كنعرفوا داك السيد راه كيخدم مزيان وغني عن التعريف السيد يعقوبي باش يديروا لنا شي حل يعطيونا غير طريق من هنا من يبقى يدوز الراجلين من هنا يرجعوا على الاقل يعني جوج اي جوج لي باساج كانوا اربعه يرجعوا اي جوج اولا يديروا غير واحد للناس اللي كيقراو من هنا وهو غنتنفسوا منه كاملين كتعرف يعني الموسم الدراسي ومازال غنطرقوا ليه الا بقى هذا الموضوع غادي انتم غتشوفوا كل شيء بعينيكم الموسم الدراسي هو جاي غتشوفوا غادي نرجعوا نطرقوا ليه يعني في الوقيته ديال المؤسسه ديال المؤسسه التعليميه بداوا القرايه ديالهم غادي نجيو نطرقوا هذا وكنتمناو يعني ما نوصلوش لهذيك الوقيته هذيك تمناو من الله حنا يديروا معنا حل ما حد باقيين يلاه بادين المسؤولين يتدخلوا هذا الشيء اللي كاين ما حد باقي في الاول ديالو باقي هذا يديروا شي حل ويديروا لنا امين بامكانهم يعني هذا ولكن نتمناو من الله خير يعني شوفوا تقريبا شحال العدد ديال السكان هنايا يعني حي كبير هذا حي كبير تايزولا دابا هذا الحي هذا انا غادي ندور الكاميرا باش نعطيو الحي يعني هذا هو الحي يعني كتشوفوا يعني راه حي يعني كبير المؤسسه التعليميه اللي كنشوفوها بعيده عندنا واحد 150 متر يعني من تما كيقطعوا الوليدات كيقطعوا من هذا الباساج هذا وضحوا الامر يعني في كاين المشكل كيقطعوا من هنا اللي ساكنين في الضخامه واللي ساكنين في الحمد واللي ساكنين في ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم